آثار القذائف التي سقطت على بلدة كفرنبودي من الطيران الحربي والدمار الذي حل بالمنازل. أحد الصواريخ التي سقطت على المنازل في بلدة كفرنبودي، الله أكبر، تم تدمير ما يقارب من 7 منازل، تدمير كامل، الله أكبر. بينما كتائب الفاروق مرابطة رغم القصف العشوائي على المدنيين لحماية ما تبقى من منازل. بلدة كفرنبودي، أثار القصف العشوائي على المنازل المدنية، وهذا ما تبقى والحمد لله. الله أكبر، الله أكبر، الساعة تصاب ولا حتى البلور مكسور، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله.